بنعود لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحه الفيسبوك. معكم من امام مجلس النواب دخل العسكر المتقاعد بهيئه الاثناء الى امام مجلس النواب، نجحوا بالدخول. عم نشوف التوتر مع بينهم وبين الجيش اللبناني اللي عم بحاول انه يمنعهم من الدخول، الا انه نجحوا باقتحام اذا صح التعبير البوابه الرئيسيه لمجلس النواب. عم نسمع كيف الكل دخل الى الامام، هيدي سابقه من نوعها. عاده ما بيصير او لا يسمع لهؤلاء او اي من المعتصمين امام المجلس بانهم يدخلوا. عم نشوف نجحوا بالدخول الى مجلس النواب. كمان في قوة مكافحة الشغب حضرت الى جانب الجيش اللبناني. طبعا سيتم منع من التقدم اكثر، ولكن عم نشوف بانه الاعداد الكبيرة تقدمت الى الامام. عم نشوف فإذا عم نشوف الاعداد الكبيرة دخلوا. اذا العسكر المتقاعد وفي سابقة اولى من نوعها نجحوا بالدخول الى مجلس النواب. فاذا عم يتقدموا لا نقاط متقدمة من أمام مجلس النواب. لم يقدر الجيش اللبناني ولا حتى قوة مكافحة الشغب من ردعهم عن التقدم. أوكي. فإذا يتم بهذه الأثناء محاولة لاستخدام أعداد أكبر من الجيش اللبناني وقوى الأمن، ولكن الأمور فلتت بالنسبة للقوى الأمنية. ما عم يقدروا يردعوا هؤلاء العسكر من التقدم. عم نشوف بانه تم دغري وبسرعه كبيره تم تسكير الحاجز الحديدي الامامي، وهناك الجيش اللبناني وضع اليتين له بالامام. هل سيتمكنون فعلا من الدخول الى مجلس النواب الذي يبحث في موضوع اقرار الموازنه؟ هيدا المشهد هو سابق لأوانه. عم نسمع الهتافات، هناك محاولة لمنع هؤلاء من التقدم. عم نشوف بأنه الجيش اللبناني وحتى قوة مكافحة الشغب ما بتستعمل القوة، وهيدا الشيء يعني فعلا يمكن لانه اللي امامه هو عسكر متقاعد وجيش. فاذا عم نشوف الهتافات والاعلام اللبنانية واعلام الجيش اللبناني. اليوم هؤلاء عم بيطالبوا بتحسين رواتبهم بمساواتهم مع القضاء والقضاة. هم يعترضون على اقرار الموازنة، بيعتبروها بان هي مشحفة بحقهم. بعضهم عم يتقدموا، وبالتالي عم ينجحوا. عم نسمع هتافات السلمية باعتبار بانهم لن يدخلوا بعراق بينهم وبين قوة مكافحة الشغب وحتى الجيش اللبناني. رواتبهم خلينا نجرب كمان
بركي هيك نقدر نحكي. بنعرف انه الجو متوتر بس انه تنجرب اكثر انه فلتت. فينا نقول فعلا بانه فلتت الامور. الجيش اللبناني مش عارف شو بده يعمل. قوة مكافحة الشغب موجودة بكثافة جدا. تمكنوا من تخطي آليات الجيش اللبناني اللي موجودة بأمام مجلس النواب. عسكرية متقاعدين. نعم. اليوم عم نشوف بأنه تمكنتوا من اقتحام مجلس النواب. فينا نصح لوين رايحين؟ حتفوتوا لجوا؟ بدنا نقمع سلطة الفساد، أكلوا لنا حقنا. في غاز مسيل للدموع رومي عم نشمه بهيدي الأثناء. نحن ميتين، نحن ميتين ميتين، بدنا نموت بكرامتنا. تم رمي الغاز المسيل للدموع على ال على ال على المتقاعدين، العسكر المتقاعد. حسن ربيع. فإذا عم بيصير في خلينا نقرب بعض. نحن اذا امام محيط مجلس النواب في هيدي الاثناء عم نشوف كيف الجيش وضع يعني حدايد بالنص في محاوله لردعهم ولكنهم ما عم يتمكنوا من ردعهم. تم رمي الغاز المسيل للدموع، هناك محاوله اقتحام. خلينا ما نقرب كثير ربيع لانه الغاز هون واصل. عم نشوف كيف عم بيعاني الجيش والعسكر وحتى المتظاهرين من الغاز المسيل للدموع. كان ما في عندهم اي حل الا ردعهم عبر رميهم. طيب تم طلب منا بالابتعاد من قبل شرطة مجلس النواب. مش ما تروح لهون يكون. خلينا نشوف المشهد. يبدو بدهم يجربوا انهم يسيطروا على الوضع. نشوف عم نشوف كمية الاختناق اللي عم بيعاني منه العسكر اللي موجود بمحيط مجلس النواب وحتى العسكر المتقاعد. فإذا عم تتمدد الغاز المسيل. فإذا عم نشوف بهيدي الأثناء يتم نشوف في تضارب بين العسكر المتقاعد وأيضا فإذا في ضرب ومحاولة لردعهم. عم نشوف بأنه عناصر لقوة مكافحة الشغب تم استخدامها لتكون موجودة بشكل أكبر. رح نتقدم شوي عقدر ما نقدر نظرا للغاز المسيل. هلا عم بحاول الجيش بانه يمنع او يحاول انه يرجع المتظاهرين للخلف. هل سينجحون بذلك؟ لنشوف بعض النواب اللي خرجوا. السيد ظهر خرج للتحدث الى هؤلاء العسكر المتقاعد لنشوف شو رح يقدم لهم او شو رح يقول لهم بهيدا الشأن. خلينا اعطيني شيء اعطيني شيء. سكر بالاختوب مثلنا نحن. نحن اصحاب الحقوق. انا معاق بالجيش، انا معاق ما بقى مليار ونص. عندي 9 اولاد مليار ونص بابا يا الله. 35 دولار معاشي. عندي 6 بالبيت، 6 معاق. انا ادوي ما في، طبابي ما في. شو بعمل؟ بسرق تجربة مخدرات؟ شو بدي اعمل؟ اسمعوا صار خطبة يا نواب يا عالم يا رئيس المجلس. فإذا كنا عم نسمع صرختهم. خلينا إذا بتريد
اذا الجيش اللبناني يحضر بقوه الى بهيدي الاثناء يتم يعني منع وسائل الاعلام للرجوع او الطلب منهم الرجوع الى الوراء. نحن يعني كان بدنا انه نكون بالطرف الاخر لنقدر نتمكن نحكي اكثر مع العسكر المتقاعد، ولكن الجيش يقف حاجز بيننا وبينهم. قرب فعم نشوف شامل روكوز كمان تقدم الى الامام. فإذا بعد خلينا نشوف عم نسمع اليوم المناشدات. عسكر رجع فيكم مش مرضهم، عسكر رجع لعندكم مش مرضهم هالكلام، أنا بخاف. يا عمي شو بس؟ فإذا عم نسمع كنا لصرخاتهم، هني عم يعترضوا اليوم على موضوع إقرار الموازنة، عم يطلبوا تحسين رواتبهم ومساواتهم مع القضاء والقضاة. بيقولوا بأنهم هن عم يحموا الوطن وحموهم على مدى سنوات عديدة، واليوم هيدا الراتب لم يعد يكفي للعسكر ولا حتى الجيش اللبناني. خلينا حنرجع نجرب لنشوف اذا راقت الامور اكثر. عم نشوف الواضح اليوم بانه منهم وفيهم، يعني بمعنى اخر اللي عم حاول اقوله انه هيدا مثلا عنصر بالجيش اللبناني ربما عم بسلم على قريبه وهو كمان عنصر بالجيش اللبناني متقاعد، وبالتالي حال المتقاعد اليوم بيشبه حال الجيش اللبناني اللي وقوه ايضا قوى الامن الداخلي اللي عم بيعانوا من تدني رواتبهم بالتزامن مع الازمه الاقتصاديه الصعبه واضراب المصارف من جهه. عم نسمع ايضا حتى رفعوا صور شهدائهم. خلينا نجرب اذا شي نكون موجودين بالميله الثانيه لحتى نستمع اكثر للعسكر. سوري بس خلينا، يعني اليوم واضح بانكم نجحتوا بالتقدم لامام مجلس النواب، الرساله وصلت برايكم؟ مجلس النواب هو مجلس الشعب اللبناني، هو بيت كل لبناني، ونحن بنتشرف انه نجي لهون، هذا بيتنا وهذا مركزنا، والعسكر رفقاتنا والنواب ممثلين للأمة اللبنانية. نحن إلنا مطالب، نحن قصدنا نوصل مطالبنا للمجلس النيابي مش أكثر. لا هويتنا، لا هويتنا نعمل أعمال شغب، ولا هويتنا أي شيء ثاني، ولا هويتي نوقف بوجه زميلي اللي أنا كنت واقف محله قبل مدة. فأنا لا، نحن جايين كمان نعبر عن رأينا، نحن بنرفض هذه الموازنة المجحفة بحق اللبنانيين، الموازنة اللي هي ما حتزيد الوضع الاقتصادي إلا السوء. من هون أنا بقول لا، يعني نحن مش معوقين بدنا نوصل هاي الرسالة ونرجع، فهي رسالتنا هاي بشكل واضح. ما لازم تمر،
فإذا عم نسمع حتى على مكبرات الصوت عم يكون رسالتهم واضحة بالنسبة أو موقفهم واضح من موضوع الموازنة. هم يرفضون رفضا قاطعا، يريدون إسقاطها. بهذه الأثناء يتم البحث بالداخل بين مجلس النواب ورئاسة اللي جلسته اللي عقدت برئاسة الرئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري في موضوع الموازنة وإقرارها. عم بيقولوا بانه اي نايب اليوم بده يصوت لموضوع الموازنه. سمحتوا لجوا فاذا بهيدي الاثناء يتم الطلب من وسائل الاعلام الابتعاد لنشوف ما اذا كان هيدي حتكون محاوله ربما لابعادهم واخراجهم من امام مجلس النواب. فينا نمرق للجهه الثانيه؟ يلا فإذا يتم إبعاد هيدي الأسئلة. أوكي حنروح على جنب بس بليز ما فيكن. فإذا عم نشوف بهيدي الأثناء يتم التعامل، بلشت إذا الأوامر واضحة بهذا الشأن. خلص أنت اشتغل عادي أنا بحكي. فإذا يتم إبعادهم بهيدي الأثناء، إبعاد الوسائل الإعلامية. جوا يلا عم نحكي مع بركي بتظهرونا لبرا دقيقة. فإذا بهيدي الأثناء فينا نقول بأنه طلب من كل وسائل الإعلام الابتعاد عن محيط مجلس النواب، إبعاد الكاميرات. أطشت؟ إيه خليك. فإذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، نحن حنعود لكم ببث مباشر لاحق. فينا ننزل من تحت دغري؟ لحقني ربيع الحب، حنكفي معكم. بعرف يبدو بأنه القرار اتخذ بإبعاد كل وسائل الإعلام لحتى يتمكنوا من إخراج كل العسكر المتقاعد اللي عم يتظاهر. كل وينك في كل وطن بس في كله ظهر من هنيك يا زلمه، هون علينا. اكيد عارف. فاذا نحن حنجرب وطن بالرواق طالعين روح. فإذا اتخذ يبدو القرار بإبعاد كل المتظاهرين. ربيع بعدنا هوا؟ حبيب قلبي طيب خلينا بس ننهي مع المشاهدين وبنرجع لهم بس نكون قراب. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على